أعوذ بالله أعوذ بالله. نيلي نيلي اجي من هنا زحمه اروح هنا زحمه هنا او هنا زحمه زحمه يا دنيا زحمه زحمه يا دنيا زحمه ايوه يا ميرو ايوه 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 زحمه ولا عادش رحمه مولد وشعره غايب. لا 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 نكش الفراخ ده انا ما يعجبنيش عايش شغل احسن من كده. بقول لك يا سعيد الله يبارك لك انا مش طايق نفسي انا مش لاقي حاجه اعملها قلت اجي راسي فيكوا شويه. راسي فينا ماشي يا عم سعيد اشتغل بذنب. ايه ده عمي ابويا مالك فيك ايه جرالك ايه انت كويس عم رحان اكيد ما افطرش الحمد لله طب حد يجيب له اي حاجه يا جماعه طيب ولا طب قوم معايا على المهد. ايه يا جماعه في ايه في ايه طيب ماشي يا ريحان فيك ايه اتصل بالاسعاف. لا 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 الحمد لله بقى كويس بقى كويس يا ريحان ما ينفعش اللي بتعمله ده انت لازم ترتاح لك يومين ثلاثه. انا هروح لام شهاب بدي اجيب له عصير وسندوتش. طب خليك مرتاح اليومين دول وانتوا خليكوا معاه ولو محتاج يروح مستشفى انا ممكن اوديه. ربنا يخليك يا هاني تفكيرك. لو احتجت حاجه يا عم ريحان بلغني. ربنا يكرمك يا هاني. انت كويس دلوقتي يابا؟ الحمد لله. ايه يا عمي خضتنا عليك وقلقتنا انا عارف انك بتتدلع عشان عايز تقعد يومين على البحر. طب قوم معايا. لا 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 انا عارف ابويا عايز ايه. انا هنزل اجيب لك اكلة سمين من السيدة هترم عظمة في حكم انا عارف انك بتحبها قوي. ايوه يا ولد مروان انا عايز اكلة سمين. سمين؟ لا لو على السمين بقى ده انا هنزل اجيب لك بنفسي واجيب لك شرب الكوارع ترم عظمة. تعال يلا حبيبي تعال ريح جوه شويه تعال على مهلك على مهلك. يا هناء هناء الو ايوه يا استاذ احمد هي تقريبا في الحمام. لا هي مجهزه نفسها اول بس ما حضرتك توصل رن عليها وانا هبلغها. ماشي مع السلامه. شوف راحت فين البت دي تختفي كده واحد يقعد يدور عليها. هناء 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 اصحي يا هناء هناء يا هناء في ايه انت ايه اللي نايمك هنا الساعه كام الساعه كام ساعه ايه ايه اللي جابك هنا ايه ده انا ايه اللي جابني هنا انا جيت لقيتك هنا منى. ايه انا امبارح سمعت صوت نيلي والله العظيم ودخلت اشوفها ما لقيتش حد. بسم الله الرحمن الرحيم انت هتخوفيني ولا ايه؟ ايه ده انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ابدا اصل ابدا اصل احنا لقينا الباب مفتوح فقلنا اكيد الاوضه سكرت ولا حاجه. الاوضه هتتبيض الاول وهتسكن اخر الشهر.
طب يلا بقى يا هناء عشان تلبسي، استاذ احمد زمانه جاي هنتاخر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 حبيبه قلبي، انت وشك مخطوف خالص. انا هاخدها اوضتي اغسل لها وشها واروقها وبعدين ابقى اجيبها لكم. تعالي يا حبيبتي، خش يا حبيبتي، تعالي تعالي. ايوه يا استاذ احمد، هي في الحمام. طب يا ريت تبلغيها ان انا واقف قدام الباب. لا خلاص انا هروح استعجلها، معلش اصلها كانت بتلم حاجتها. 10 دقايق بالظبط وهنكون جاهزين. طيب ماشي، مع السلامه. ماشي اوكي، مع السلامه. هي بقالها كتير قوي، احنا كده هنتاخر. طب بقول لكم ايه، تعالوا نروح الحمام اللي فوق شكله فاضي. بنتي انت جديده هنا معايا صح؟ اه انا صابرين، كليه نصم ومعلومات جامعه القاهره. بقول لكم ايه، طب يلا والنبي بسرعه. هناء هناء مالك فيكي ايه؟ هناء ايه ده؟ هو انت اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده، في ايه؟ مالها؟ مالك يا هناء، في ايه؟ هي بس شويه صداع، ما بتنامش كويس. تعبانة يا حبيبتي؟ اه هي تعبانة بس هتنام كويس وهتبقى كويسة. يلا بس نطلع دلوقتي. يلا احمد استني، ده كله بره. هناء مالك؟ حبيبتي اخواتي ايه اللي عمل فيكي كده؟ هناء مش عارفة اعمل ايه. هناء فيكي ايه؟ وحشتيني قوي يا شوشو، وحشتيني.
كده؟ مالك في ايه؟ مالها يا منى؟ ما فيهاش حاجه كويس. ما فيهاش حاجه ايه بس؟ ما تبصي تحت عينيها اسود ووشها اصفر خالص، لازم تروح المستشفى يلا. لا لا هي بس ما نامتش كويس، هتبقى كويسه ان شاء الله. خلاص تعالي نامي في العربيه لحد ما اوصل المنصوره اجيب لها الدكتور على طول. يلا. هي ما تردش عليا ليه؟ ما فيهاش حاجه، هتبقى كويس. تعالي يا حبيبتي تعالي. تعالي هاتي الشنطه. حبيبتي يا هناء خلي بالك من نفسك، اسبوع بس وهحصلك ان شاء الله، هتبقي كويسه يا حبيبتي زي الفل. علي من البن بتاعي قهوه مظبوط لمحمود بيه وقهوتي. تمام يا فندم. يلا. وحشتني يا حسين بيه. اندهشت من كلمتك وعزومتك على القهوه ليه؟ بس انت عارف غلاوتك عندي. مع ان انا عندي قضيه قتل مشغول فيها من امبارح وطمايه قفلت خلاص. انا عارف ان انا المفروض ان انا اللي كنت اجي لك المكتب. بس انا كنت عايزك في موضوع مهم. حبيبي يا حسين بيه عيوني ليه؟ قضيه نيلي خلصت انتحار. بس انا اكتشفت فيديو على موبايلها كانت بتصوره وهي داخله اوضه صاحبه الفيلا علشان تكتشف دليل. اتفضل. وده سلم الفيلا اللي البنات بتنزل منه، طالعين الحمام، رايحين المطبخ، نازلين خارجين. انا دلوقتي في طريق الاوضه الغريبه. هو ده باب الاوضه الغريبه اللي انا قلت لكم عليها. عايز تقول ايه يا حسين بيه؟ في خيال ظهر وراها في الخلفيه وده بيؤكد الشبهه الجنائيه وان في حد دفعها للانتحار. ده مش دليل، خصوصا ان الطب الشرعي اثبت انها بتاخد حبوبها الوسم. البنت دي اتقتلت ازاي؟ طلعت وشنقت نفسها وربطت الحبل حوالين رقبتها كده. طلعت على الكرسي، طلعت على السرير. طب ازاي؟ حضرتك بتقول انها واخده حبوبها الوسم، يعني متخدره. الموضوع ده في حلقه مفقوده يا حسين بيه. القضيه دي اتقفلت نهائيا واهلها استلموا الجثه ودفنوها. البيت ده فيه حاجه غريبه. انا عايز اذن تفتيش علشان اوصل للحقيقه. هات لي دليل واحد مادي وانا اديك اذن بالتفتيش. الموضوع فيه لغز كبير قوي وانا هوصل. No!
اهلا اهلا. اسم الله عليك يا حبيبتي، وحشاني. ايه ده مالها يا احمد؟ في ايه؟ مالها تزعلين مع بعض ولا حاجه؟ لا خالص، بس طرق الطريق ساكته. منى بتقول ما نامتش من امبارح. لا لا انا بنتي فيها حاجه، بنتي مش طبيعيه. في بنتي بنتي تعالي. مالها يا احمد؟ هي طول الطريق ساكته ما بتتكلمش، مش عارف مالها. لا 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 ايوه انا من امبارح وانا قلبي مش مطمن، انا قلبي مش مطمن، بنتي فيها حاجه. افتحي يا حبيبتي افتح، تعالي اكسر الباب، بنتي تعمل في نفسها حاجه. يا هناء افتح اكسر. حبيبتي بنتي اسندها كويس يا اخويا، اسندها كويس يا حبيبي. هات هات عز، هات عز سرير. بنتي بنتي مالها حبيبتي بنتي؟ أنا يا بنات يا بنات جايبة لكم معايا شوية ميك اب، انما ايه عسل عسل بجد. بتهزري؟ اه والله. وريني طب بسرعة. استني شوفي شوفي وريني. ايه ده ايه ده؟ شوفوا حاجات حلوة قوي، تحفة تحفة. على فكرة الحاجات دي مستعملة. ايه مستعملة ايه يا اختي؟ والله شايفة الحاجات دي جايباها منين؟ طب انا عندي كوافير كبير قوي قد الدنيا، اللي بيعمل النجوم عارفه هيفاء وهاب ينسي عنده ايه الحاجات دي بتاعتهم. اه والله دي تحفه. تتبقى بقى الحاجات دي بتتبقى عنده كده وانا باخدهم منه بسعر رخيص قوي. يا سلام والنعمه. بتبيعهم جمله بقى؟ ايوه بسعر الجمله. عارفه ده بكام؟ اللي عاجبك ده بكام؟ ب 20 جنيه. بتهزري؟ والله العظيم. واللي في ايدك دي قولي بكام؟ كام؟ ب 20 جنيه برضه. لا بتهزري؟ اه والله. يا حلوه قوي، تحفه تحفه تحفه، هيعجبوكي قوي. بقول لك ايه، ما تقولي تجربيها قدام ان هي احسن. عندك حق. دي بتطول الرموش جدا. وانت ايه؟ يلا يلا روحي انت كمان جربي، هتعجبك قوي. استني بس اللون ده. استني يلا هجرب الرموش ده كمان. انا ده ده بتقول لك ب 20 جنيه. حلو قوي، تحفه تحفه عليكم يا بنات والله، تحفه تحفه تحفه. حلي عليكي امارات. بصي بقول لكم ايه يا بنات، انا تعبانه قوي وخلاص بقى انا عايزه انام. بصوا انا هسيب لكم الحاجات دي، اختاروا منها اللي انتوا عايزينه وبكره نتحاسب. ماشي اوكي. بصي انا هشوف كده وهنشوف هناخد ايه واقول لك بقى. ماشي. لو على فكره لو خدتوا حاجات كتير انا ممكن اقسطها لكم. ها فعلا؟ والله حلوه الفكره دي. بكره نتقابل بقى. بصي انا هقول لك دي حلوه قوي. ده تحفه حبيبتي. بس بالراحه يا حبيبتي. سوري استني يا هناء. طب بس هي بص طب هناء يا حبيبتي هيكشف عليكي بس ما تخافيش يا حبيبتي. ايدك يا هناء. اه بس انت شوف ايديك يا حبيبه قلبي. لا 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 يا ام هناء بلاش عارفه بنتي بلا مش عارفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش انت يا سلام. بالراحه ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا قلب ام. ثواني ثواني. بنتي 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 بنتي. تعالي يا دكتور. مالها يا دكتور؟ خير ايه؟ انا مش شايفه بنتي فيها خير. بسم الله يا حبيبتي. الله اكبر الله اكبر. تعالي يابا تعالي. فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه يا دكتور؟ قولي. خير ان شاء الله. تعالي اتفضلي ورايا. اتفضل. بسم الله يا حبيبتي. تعالي يا استاذه ورايا. حاضر حاضر حاضر. تعالي ورايا. خير يا دكتور؟ طمني. خير يا دكتور. شي هزا سايكيك تروما. سايكيك تروما؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. الدكتور بيقول عندها انهيار عصبي. يا نسبتي السودا جالها منين؟ دي 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 ده زي الفل، ده فرحها اخر الشهر يا دكتور، وكانت مبسوطه وحلوه. لا 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 اكيد البنت جرى لها حاجه. ازاي؟ اهدي بس يا ماما نفهم. اهدي بس يا جماعه. الانهيار العصبي ده مرض بيصيب اي حد، بس يعني ضغوطات حياه مش اكتر. هي فعلا عدت بظروف مش كويسه، واحده صاحبتها انتحرت وهي كانت متاثره قوي باللي حصل ده، بس انا ما سبتهاش، انا فضلت معاها لحد ما بقت كويسه، لحد ما هي قررت تسيب السكن اللي حصل فيه الواقعه دي. احنا فرحنا كان اخر الشهر يا دكتور. يبقى هي اكيد جواها مش قادر ينسى صاحبتها اللي انتحرت. عموما انا كتبت لكم على مهدئ. اه وفي الدكتوره نجاة المختار، دي افضل دكتوره تقدر تعالج هناء وتساعدها. عامه هي عيادتها في القاهره. طيب. وانت برضو بخلي احمد ياخد هناء ويروح لدكتوره نجاة. شكرا. تمام. شكرا يا دكتور، وربنا يطمنكم عليها ويشفيها ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني هتبقى كويسه يا دكتور باذن الله يا امي، ولو احتجتوني في اي وقت انا تحت امركم. شكرا. بعدك يا دكتور. مع السلامه يا ابو احمد. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. ربنا يكرمك. مع السلامه. مع السلامه.
بسيط. ازاي بسيط؟ بسيط ان شاء الله. ايه العيش حبيبتي. يا رب. الدكتورة بسرعة. يا حبيبتي تعالي يابا. تعالي يا بنت بقى. وانا هكلم الشخصية. الشخصية. لا يا بنت يا حبيبتي.